السلام عليكم خوتي، هاني كلشي مزيان. اليوم حلقه جديده ديال سي 50 دوكير، غنديروا لها موديفيكاسيون من 50 110. بقاو معايا نفصلوا لها المحرك ديالها، ان شاء الله نديروا لها بياس مزيان. واللي بغى يتبعنا ديما الجديد خوتي، انا هبطنا لها المحرك ديالها، خصو يتنظف هادشي. تبقاو هذا يمكن لينا نفصلوها باش ما تدخلش لنا شي وسخه لداخل، خصها تغسل هي الاولى. هذا يمكن لك تفصلها باش حتى وسخه ما تدخل لك لداخل البومبات الزيت. وها الموتور كما كتشوف معنا، هو هذا كيكون فيها بلاطويه 39، خصها دير لها 36 وبين 14. هذه الدوكر 110 كيدير لها البين 14 36، 125 كيدير لها 34 و 15. السلام عليكم، بقاو معايا نجيبو لها نفصلو لها المحرك ديالها ونجيبو لها البياس باش نشوفو اشنو غادي نركب لها. هيا خوتي كما كتشوفو معنا، نظفناها قايناها، بقاو معايا نفصلو لها المحرك ديالها. السلام عليكم خوتي، هاني كلشي مزيان. كما كتشوفو معنا حنا حلينا لها المحرك ديالها، ننظف كلشي. كاين شحال من واحد كيقول لك خويا فيها بواطا بواطا فيتاس كبيره بينيواس كبار، بالعكس فيها بواطا فيتاس 110. ها البياس اللي غيركب لها هو هذا، هذا هو الكيلاس دوريجين، هو هذا ماشي هو ستوندار. ستوندار كيبان صغيور، شوف هذا قداش، هذا دوريجين بالبوجي ديالو كيتباع. هذا الامبرياج، هو هذا، هذا سيلندر 110. لا في بروكان، وي خويا السلام، لا في بروكان 110. سي 50 دوك، هذا 36. هذه ديال البومبه ديال الزيت راه مصنعين عليها ياك؟ لا، لا ديالها دوريجين، بين 14 والسلسلة. بقاو معايا نجمعو لها المحرك ديالها. السلام عليكم اخوتي، احنا كملنا هاد 50 دوكير. هي هادي هالكيلاش كيفاش داير، هاهو دوريجين. وشو كيفاش كبير، راه ماشي بحال قدو قد السيلندر، ماشي هو هو ديال ستوندار كيكون صغيور. هانتا هانتوما الخوت، اوكي لاص قداش كيبان. كيما كتشوفو هالبينيو، بينيو 14 بلاطو 36 لور. ها هي السيدية تاهي راكبة، السيدية تاهي تبدلات الكابيرات، ولكن كما كتعرفو راه الكابيرات كتكون فيها 19 ديال 110. نديرو لها أمارج دابا، كما كتشوفو معنا لي بغا يصايب شي حاجة مرحبا بيه، ودعمونا باللايك ديالكم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل مرة جديد إن شاء الله. ومازال كاين الجديد إن شاء الله في هاد الدراجة النارية بالسن. نخليكم خوتي، السلام عليكم، بقاو معايا حلقة جديدة إن شاء الله. وما تنساوش لانمي الا بغى ريباري موطور ولا ريباري بياس دوريجين باش موطور يطول عنده ويطول ديال ريباراسيون ديالو. البياس دوريجين هو ريباراسيون، حيت الا مركبتيش بياس دوريجين راه غادي غير تكرفص على موطورك وغتكرفص راسك. حاولوا هاد النقطة هادي، انا كنأكد عليها. هو البياس دوريجين، البياس دوريجين كيخليك راكب على موطورك وانت مرتاح،
بياس دوريجين كيخليك تسافر بالموطور وترجع ما تمشيش عند السيكليس. بياس دوريجين كتركب على موطورك وانت مرتاح. هذا كنخليها لكم الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يوفقكم.